أربع شلاشين. رجعنا لكم مرة تانية وشوية رياضة، وحنتكلم عن بعض الدفوهات اللي ممكن تكون في الجسم، واعتقد انه هيعمل لنا تمارين خاصة بيها عشان نصلحها، مش عارف هيعمل كده ولا لا، بس خلينا نرحب مرة تانية بكابتن طلعت شيكو. عامل ايه؟ مكتوب ايه بقى على التيشيرت؟ ايكو. ايكو ايه؟ هو دي براند يعني بغض النظر. هي دي براند؟ والله أول مرة في حياتي أسمع عنه. لا هو أبو الخنزير ده، عارف الخنزير ده؟ ده مش خنزير. نعم. وحيد القرن. مش عارف الفرق بين الخنزير وحيد القرن. مش فارقة اهو، اي حيوان وخلاص. رينوسورس اكتشوال. ايه اكتشوال؟ ايه من نبي ما قريته، انا قريت بس اللي فوق. طب هو مكتوب جبد اكتشوال، كلمة ابيحة، انت مش واخد بالك وماشي بيها كده؟ يا نهار اسود، انا قاعد كده وخلاص. لا انا عايز اقول حاجة بس يا جماعة، قبل ما تشتروا تيشيرتات او اي حاجة، ابقوا عرفوا الرموز اللي عليها او عرفوا معناها ايه. يعني هو جاي في برنامج تلفزيوني ولابس تيشيرت مكتوب عليها لفظ ما يصحش، وقاعد فارد بنشاته، مش طبيعي. يعني اخد فاصل واقلع التيشيرت ولا اعمل ايه جوهري دلوقتي انا؟ ولا خليه يلبسها بالمشقلب ولا ايه؟ لا خلاص خليه بقى متذنب قاعد كده. بص اتنيها بس شوف. لا باينه هي الكاميرا كانت جايباها كلوز اصلا، وفي الانترو كنت واقف هناك، انا ما خدتش بالي ازاي. عيب. ابنك يقول عليك ايه؟ لجهاد. ابنك يقول عليك بقى ايه؟ يعني بص بتجيب الحاجات غريبه دي عليها ان انت اب غير صالح للاستهلاك الادمي. يا رب. انا عارف ان مامتك بتتفرج على كل ال ده حقيقي، يعني بتتفرج على كل ال ابنك ينزل كده، معقوله؟ ما علينا. طب والديك بقى الاكتر؟ ماما اللي جايبها. يا حاجه هي ام طلعت يبقى قبل ما تجيب لي طلعت التيشيرت ما كفايه بنزله لنا بديل الحصان اللي عامله في ده. هي ام طلعت فعلا، هي ام طلعت. قول بقى وخلاص. يلا ماشي. احنا كنا حاطقني بقى. قول. بيقول لك ان هوت ايه اسباب انحناء العمود الفقري؟ مش بص بقى، يعني احنا مش هنتكلم عن انحناء العمود الفقري بشكل كبير، لا احنا هنتكلم عن انحناء الكتف. يعني في ناس عندها، في عندنا جزئين، في جزء بيبقى جيناتيكلي او هو وراثه كده بالعيله، بيبقى عندهم كتفهم مرمي لقدام، وفي جزء تاني هو العادات اللي احنا بنعملها في يومنا، القعده بالموبايل ده اللي هنتكلم عليه اكتر. ده اللي ممكن يصلحه ده اللي ممكن يصلحه. هو الاثنين ينفع يتصلحوا والله. ليه؟ لان احنا هشرحها بشكل مبسط. العمود الفقري بتاعنا ايه اللي ماسك العمود الهيكل العظمي نفسه؟ ايه اللي ماسكه؟ عضلات. فالعضلات دي اللي احنا نقدر نشتغل عليها، اللي تشد الانحناءات الموجوده في الهيكل العظمي. هشرحها لك بشكل تاني، خليني بس نشرح الاول. هشرح لك الموضوع. لا استنى كمل بس عشان انا في حاجه بابا. ايه الصفافير دي؟ صفافير فين؟ وانت بتنفس. انا اول مره اشوف حاجه. صح انت سمعتها؟ صفافير فين؟ لا لا والله ما في حاجه. طب عش ايه؟ اتكلم. طيب اهو انا بتكلم اهو. يا كمل بقى. العمود الفقري فيه ايه؟ بقول الهيكل العظمي مش العمود الفقري. أيوة. ما تجننيش. أيوة. هو الهيكل العظمي. ايوه بعدين الهيكل العظمي ايه اللي ماسكه؟ هي العضل بتاعنا. العضل ده هو اللي احنا ينفع. السفاره دي منين يا جماعه؟ انت واكل كرام؟ والله ابدا. الهيكل لا ما تقلقش. مش الواد تبعك هو اللي سمعها معايا كل ما يقول الهيكل مش عارف ايه. الفكرة مش هتخلص كده، والناس هتقعد تشتمني تقول لي انت جايب الناس وانت قاعد تضحك. طب قوم ورينا هناك. خلاص ما انا هوريك. هتبقى بعيد مش حاسس. قوم يا مغربي، قوم يا مغربي، قوم يا مغربي. تعالى حبيبي تعالى. صفارة ايه يا ابني انت؟ والله في صفارة بتطلع مش عارف منين. طب خلينا بس نفهم الاول. اللي في الجنب الاول وريني البوزيشن الغلط او الطريقه الغلط. ده شكل الناس اللي بيبقى عندها راوند شولدر او كتفها بيبقى مرمي لقدام شويه. الوضع الصحيح ليه وافع دلوقتي. ايه المسؤول بقى عن القصه دي اللي في ظهرك كده؟ بص احنا عندنا هنا في عضله اسمها رومبويد، مالكش دعوه بيها. العضله دي مش عارف اترجمها بالعربي. العضله دي هي اللي موجوده ما بين عظمتين او لوح الكتف اللي هو الاسكابيولا، اللي هم العظمتين دول. في عضله في النص هي المسؤوله عن ان الجسم بص للناس يتشد بالمنظر ده. ايوه
فالعضله دي هي والخلفيات بتاعت الكتف اللي المفروض نشتغل عليها عشان خاطر جسمنا يتفرد تاني زي ما كان. خلينا وريني البوزيشن بقى ان احنا نعمل الوضع اللي بعدي. تمام الجمهور هناك ممكن. لا بص يا مغربي ادي لا لا هو يعمل عشان الناس شايفه ايديه وهو فارد ايديه. أوكي. حبيبي يلا اشتغل اسحب بالظبط. انا عايز اوريك الناس الكونتراكشن او عمليه الانقباض للعضله. بص يا مغربي معلش اقف ايوه اديله ظهرك اقف ايوه كده بالزبط. يلا ورينا بقى التمرين. ها ايه في ورا معلش يا شهاب تاني. عضله الترومبويد دي هي المسؤوله ان الظهر يتفرد تاني او الكتف يرجع لورا. تمام تمرينها زي ما هم بيعمل كده. لو احنا بنروح الجيم لازم نعمل التمرين ده. مش فكره ان احنا نسحب لا او احنا بنعمل كونتراكشن او عمليه انقباض. اعملها كده للجزء اللي ورا بالظبط كده. ده لو انا في البيت عايز اعمل التمرين ده ممكن وانا قاعد واحنا قاعدين بنوطي وبنعمل نفس الحركه. وطي يا مغربي معايا هي هي. لا خلاص مش مشكله. تمام 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 اعمل 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 انت اعمل انت ممكن برضو تعمله. ده تمرين من التمارين اللي بيشغل العضله اللي ورا. اوكي مش بنعمل ضغط. مش بنعمل ضغط واحنا مجرد ما بنخلي العضلتين يضموا على بعض. العضلتين الكتف اللي ورا بيقفلوا اكتر على بعض. تمام فهم. تعالى يا استاذ تعالى تعالى حبيبي استريح. بيقول لك عضله اللومبلويد مش عارف رومبويد. مين رومبويد؟ رومبويد اقعد ماشي. وبعدين ده الجزء اللي ليه دعوه بان احنا نمرن التمارين. في حاجات بقى لازم ان احنا نتلاشاها في يومنا نحاول نعدلها. القعده بتاعتنا ما ينفعش دي خالص. ظهرك دايما مفرود. كل الابهات لازم تخلي بالها من ولادها في قعدتهم بالموبايل، قعدتهم على اللابتوب، قعدتهم على الـ على الـ على الـ المكتب. المكتب كنت اقول الديسك. يعني كل اللغات الانجليزيه دي وفي الاخر لابس التيشيرت مع وبعدين السواقه ده جزء برضو منها. عادة احنا بنفضل عاملين ايدينا كده. ايوه كول. ما ده لازم. لا انت مش عارف الشاب الكول. ويطلع التراي بره الشباك. طبعا. ويبقى يوريك الساعه والتراي ولابس النضاره الشمس وعامل زي ما العيال دي عامله شعرها. كخيبه. فالحاجات دي احنا المفروض نعدلها وخصوصا احنا داخلين على فتره الدراسه والكلام ده. احنا دخلنا ندخل. ما هو ده ما احنا في الفتره دي اكشلي. بس لازم نعدل على الاولاد الحاجات دي. خلي بالك من حاجه بقى. اكتر ناس بيعانوا هم الستات والاطفال في الحاجه دي لان هو المسؤول هي العضلات. احنا عندنا كرجاله العضلات موجوده بشكل كبير فهي المفروض ان هي بتستحمل ان هي تشد العمود الهيكل العظمي بشكل اكبر. لكن الستات والاطفال الموضوع ده بيبقى عندهم شويه ازيد من عندنا. اوكي اهو نسمعك سواح. يلا عشان سواحتك ماشي. يلا بينا. يعني انت اتسوحت النهارده معايا. انت ما مش عارف مش عارف مش معقولة ابدا خالص. نسمع سواح وبعد كده مش هناخد فاصل. نرجع بقى عشان نقومهم يلعبوا رياضة ونشوف اخيرهم ايه. مزيكا. مشوار بعيد وانا فيه غريب واللي ليه قرب والنهار طمني
محمراني عاملة ايه الغربة فيه سواح وانا ماشي ليالي سواح ولا داري بحالي سواح الفرقة غالي سواح ايه اللي جرالي سواح وانا ماشي ليالي سواح ولا داري بحالي سواح الفرقة غالي سواح ايه اللي جرالي وسنين وانا تايب شوق وحني عايز اعرف بس طريق امي وسنين وانا تايب شوق وحني عايز اعرف بس طريق امي ونلاقاكم حبيبي سلموني عليه ونلاقاكم حبيبي سلموني عليه طمنوني لسمراني عاملة ايه الغربة فيه اوبا ايوة بقى ايه الحلاوة دي انت بتسقفش ليه هنا القعدة بتسقف عدل يا ولا كده يا ولا انت بتسقف ازاي ايوة كده اصل في الاول انت شفت كان بيسقف ازاي احنا مش بنعجن هنا سقفت كده كده ما بيحلش حد والله ما بيحل حد ما بيسيبش حد في حاله طب عملنا ايه تاني هنعمل تمارين ليه ليه مش لسه نتكلم شويه اتفضل اتفضل والله خايف تطفشوا مني بس ما علينا يلا هنعمل النهارده تمارين ايه بقى للهنش وللجناب تنفع معاك؟ لا ما تنفعش معايا انا عندي جناب عايز انزلها هو عاده ده الجزء الكبير اللي دايما الستات بتيجي تطلب مننا او تطلب من المدربين ان هم يبتدوا يهتموا بالجزء انا اقول له عندي جناب يقول لي الستات ده اقول له ايه ده جاي يتنمر عليا في الشارع عندي يا اولاد كفايه التنمر اللي انت بتتنمروا عليا من ساعه لا ما تخليش اقول لك بقى بدل الحصان اللي انت عامله ده قوم يلا فهنعمل تمارين ماشي يعني دي تمارين حريمي لما يعني لو حد عنده مشكله كمان الصفاره دي من ايه وربنا ما عندي صفاره ايه والنعمه عندك مش من عندي انت عندك انت مش سمعتها يا ولا انت سامعها هم مكسوفين منك عشان انت كابتن بتاعهم في كده صفاره بتطلع كل شويه حتى في المايك بتاع الجزمه بتصفر بتصفر وسوبريم ده ايه ده كافيه هو ده انت في ايه ما انت بتعملك بقى النهارده دي براند برضه اسمها كده في براند اسمه كده والله اول مره في حياتي انتوا بتجيبوا الحاجات دي منين إيه؟ نعرف ان هو كافيه عنده سوشي يلا قوم يلا بينا هو احنا هنستخدم الكرسي معانا بس مش انا مش هنقعد عليه مش هنقعد عليه احنا ناس اوعوا تكسروه خالص مش الشيء الفلاني خالص يلا شغلوا لنا المزيكا وخلاص بقى يلا نخلص فين مزيكا يا ولاد I'm high, but I'm both right now.
واحد يجيب كرسي ويجي ويا ترى هتعرفوا بقى تحطوا كراسي في اماكن الاضاءه بتاعتكم ولا لا؟ ده اللي هنعرفه حالا من خلال والله شاطرين. فين الدايره اللي فيها الكرسي مثلا؟ تمام مش عارف كده اوكي ولا لا؟ ما علينا، انتوا شرفتونا ونورتونا. وقبل بعد كده ما تلبس الحاجه، على فكره دي مش كلمه قبيحه ولا حاجه، انا بهزر معاك كتخيبه بس. قبل كده قبل اي حد ما بيشتري تيشيرت ولا حاجه مكتوب عليها حاجه يبقى عارف معنى الحاجة دي ايه لو سمحت. شكرا هشام، شكرا مغربي. اسمك النهارده طلعتي ميرسي يا طلعتي. يا رب تكونوا اتبسطتوا عندنا النهارده في اربعه شارع شريف، ونشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد. شكرا لكم، باي باي.